السلام عليكم، معكم الفارس الأطباء في العافية. اليوم بيكون على شرح القضية الليلية، بس قبل ما نبدأ لا تنسى اللايك والاشتراك، ويلا نبدأ. طبعا بعمل شرح بالكامل للقرية الليلية. طبعا نبدأ من البداية ونبدأ بالمستويات الخمسة الأولى. طبعا في المستويات الخمسة الأولى أنت بتجيب 3 نجوم، وهذه النجوم بتسمى بالمستويات البرونزية. طبعا بعد ما تعمل 3 نجوم بتكون خلاص مساحة القرية، وما بيكون عليك تدخل للقرية الثانية. طبعا نسبة 100% في المستويات الخمس الأولى، وأيضا عندك قوات أو قدرات الأبطال، عفوا قدرات الأبطال لها مستوى معين علشان تفتحها، يعني مش خلاص إني فتحت الجندي بفتح قدرته معه. فأول ما أفتح الجندي برقي الجندي مستويين أو 3 مستويات، بحيث إنه قدرته بتفتتح معه بعد ما أرقيه. أشياء ثانية ذي معانا هو المستوى السادس وما فوق. طبعا نبدأ بالمستوى السادس. المستوى السادس أول ما تدخله على طول بتقدر تهجم في قريتين، مش في قرية واحدة، لاحظ في قريتين، يعني بتدخل المستوى السادس بتهجم في قريتين مثل الذي نعرفها حاليا. حلوين. طبعا بعد ما تهجم، بعد ما تدخل المستوى السادس، ايضا بيكون عندك كوخ الشفاء. كوخ الشفاء هذا هو مطبخ في الاصل، مطبخ للشفاء، يشافي قواتك بنسبة معينة. طبعا النسب تختلف مع كل الترقية، ولكن بشكل عام انت بتحصل على هذا الكوخ من المستوى السادس، وايضا بتحصل على معسكر التعزيزات الاول في المستوى السادس. فاذا وصلت المستوى السادس بتحصل على هذين الشيئين ايضا مع القريتين. الشيء الثالث اللي معانا وهذا الشيء بيخص مروحية المعركة. طبعا مروحية المعركة بتحصلها في المستوى الثامن مش في المستوى العاشر. طبعا كلنا نعرف انه تحديث المستوى العاشر فالمفروض البطل ينضاف في المستوى العاشر، ولكن بشكل عام التحديث ما بينضاف في المستوى العاشر، او عفوا آلة المعركة او مروحية المعركة ما بتنضاف في المستوى العاشر، بتنضاف لك في المستوى الثامن. يعني في المستوى الثامن بتحصل على مروحية المعركة، وبتكون ايضا مستوى 15، فما يحتاج انك تزيد ترقية 15 مستوى. الشيء الثالث اللي معانا وهو كوخ اوتو. طبعا بالنسبة لكوخ اوتو هذا الشيء صار ما عاد موجود، لانه صار موجود بدلا عن هي قاعة المدينة في القرية الثانية في القرية الليلية. طبعا قاعة المدينة في القرية الثانية في القرية الليلية هذه بتكون مركز الكوخ اوتو. مركز الكوخ اوتو بتحصله بدون اي مشاكل، على طول توصل للمستوى السادس وتحصل الكوخ اوتو في القرية الثانية بدون اي تعب مثل قبل، لانه من قبل كان عليه شروط كثيرة، اما حاليا بتحصله بدون اي متاعب. الشيء الاخير الذي معانا يخص الكوخ بوب. طبعا الكوخ بوب ما هو مثل الكوخ اوتو القديم، لان كوخ اوتو القديم كانت قادر انك تخلي البناء الخبير يروح للقرية الاساسية والقرية الليلية. اما حاليا فالكوخ بوب صار مختلف تماما عن الذي نعرفه، لان الكوخ بوب اول ما تكمل الاشياء الخاصة فيه على طول بيروح للقرية الثانية وما بيرجع للقرية. يعني بيكون عندك 6 عمال في القرية الرئيسية وعاملين في القرية الليلية، هذا الشيء بيكون ثابت، وحتى انك مش قادر نهائيا انك تعدل عليه. يعني مثلا تخليه 3 عمال في القرية الليلية و5 في الاساسية، مش قادر، لانه بيكون عامل ثابت في القرية الرئيسية. وبس هذا كان فيديو اليوم، لا تنسون اللايك والاشتراك. احبكم جميعا ومع السلامة.